خروقات أمنية متكررة تشهدها محافظة ديالى بين فترة وأخرى تثير مخاوف الأهالي، آخرها اختطاف وقتل أحد المواطنين في ناحية هبب شمالي المحافظة، والتي تعاني من سلطة العصابات والخارجين عن القانون في محافظة أصبحت لا تصلح للعيش، لا سيما مع كل عملية سياسية تجري في البلاد. تشكيلة سياسية إن كانت على مستوى بغداد أو على مستوى المحافظات يكون هناك توتر، وخصوصا في محافظة ديالى. اليوم ما حدث في محافظة ديالى من خروقات أمنية وما شهدتها آخر حدث وهو المجيء بثلاث سيارات مسلحة ترتدي زي العسكري إلى منطقة قضاء الخالص منطقة ناحية هبهب لاعتقال شخص من داره، وبعد يومين يلقوا مرمي على قارعة الطريق وجثة هامدة. هذا دليل خرق أمني كبير يتحمل المسؤولية القادة الأمنيين أولا. ويؤكد مراقبون أن جميع نتائج التحقيق قيد ضد مجهول، ما يؤشر عجز الحكومة المحلية، محذرين من هجرة جماعية لخارج ديالى في حال استمرار الخروقات وعدم الكشف عن المتورطين بدماء الأبرياء. أريد تكثيف الجهد الاستخباري حول هاي المجاميع اللي ما نعرف أنه من داعمها لخربطة الوضع في البلاد بصراحة. يعني أنه يومي منطقة أو شخص أنه انخطف أو ساوم على مبلغ وبعدين نلقى بغير منطقة أنه مرمي على أحد الأنهر في قضاء بلدروز وغيره. بصراحة احنا نطمح من الحكومة المحلية والمركزية انه يكونون جادين ويضربون هذه العصابات بضرب من الحديد. اليوم الوضع الامني في ديالى لا زال مستتبا، ولكن الحقيقة هناك بعض الممارسات الاخيرة التي ظهرت على الساحة تؤشر على وجود او تصاعد بعض الاعمال الإجرامية من قبل بعض العصابات والجامعة المسلحة التي تقوم بأعمال خطف، والحقيقة هذه أعمال غريبة خاصة في فترة تشهد فيها محافظة ديالى ومعقوبة استقرارا أمنيا كبيرا. لكن السؤال الذي يطرح اليوم هو من هي هذه الجهات وإلى أي توجه تعود ولماذا تقوم بهذه العمليات في هذا الوقت بالذات؟ تجدد النكسات الأمنية في محافظة كانت الأولى في طرد داعش يؤكد ضرورة ملاحقة العصابات الإجرامية التي تريد إعادة المحافظة إلى سنوات العنف الطائفي بحسب مراقبين. من محافظة ديالى حسن شمري، قناة التغيير.